في سلسلة الروبورتاجات التي ينجزها طاقم الموقع الإخباري برشيد نيوز بالصوت والصورة، هذه المرة نقف عند معاناة الشخص المعاق ببرشيد. وتابعنا حالتين من أكبر تجمع سكني شعبي من عاصمة الإقليم الحي الحسني البلوك. القلم ولا اللسان يعجزان عن وصف بعض الحالات المبكية لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة برشيد. معاناة بالجملة ومطالب أصبحت ضرورية وغياب دور للجمعيات المهتمة حسب أقوال المتضررين. والحالة الأولى، جواد معاق ومهنته إسكافي، يشتغل في شارع عبد الله كنون وشارع إبراهيم الروداني بحي أسمنة، يبحث عن لقمة العيش والخروج من الوضعية المزرية. مدخوله اليومي بين 30 و50 درهما، يكتري في مكان فلا هو منزل ولا بيت، ويقطن في أمتار محدودة فوق محل تجاري وفوقه سقف الطابق الأول. جواد تحدث لنا عن مرض ومعاناة ومشاكل في ظل غياب مراكز لتكوين الشخص المعاق وتعليم الحرف والحصول على شواهد. البلاصة ديال الخدمة كيف ما شفتوا راه هي هذيك مغطية بميكا، وتحت مني الماء في الشتا جا، تحت مني الماء، فوق مني القطرة. ما اللي حط ليا شي حاجه ما كيجيش يديها، راه كيفاش شفتو كلشي داكشي عندي معرم؟ باش غتعيش الدراري؟ باش عندي جوج وليدات، عندي بنت وعندي ولد. الدري عنده 8 سنين والدري عنده عامين، ما كاينش. وتما رغم ذلك تما مهدد بالافراغ، كيقول لك خصك تحيد لينا من تما. وجاو عندي بعض المسؤولين قال لك خصك دير جمعيه، وجي خذ مبادره وصوب نصلحوا لك هادشي. ودرت جمعيه ومشينا عندهم، كيستقبلوناش، ما كاينش. شحال من باب دقيتو ما قال لنا حتى واحد، ما كاين حتى حاجه. ما كاين شي 6 ديال الجمعيات ولا 8 ما كنستافدو منهم حتى حاجه. انا كنطلب من المسؤولين يديروا شي مركز للمعاقين فين يتعلموا، فين حتى هما يهتموا بالمعاق شويه. حنا دوك البولوجيات ما كاينينش، اي باب دقيناه مسدود، هذا هو اللي كاين. ما حال انا ساكن دابا في السده، كيف ما شفتوا ساكن في السده فوق حانوت ديال مولاه، ساكن فوق منه، كنخلص ليه الكره ديالو. وشحال من خطره السده كتبغي تريب عليا، كنتسلف ليها وكنصوبها وديز واحل وصافي. عدي دواء، المراه مريضه عندها القواط، تعدى دابا عمليا، نوريكم الوراق دابا كاينين حاليا. دابا عندي الوراق تحاليل خارجه لها عمليه تفتح عليهم. انا عندي مريض، عندي ولا عندي ميكرو في الكلاوي حاليا، دابا الدواء واحل فيه. عدي درت راميد وما استفدتش منه، اي بلاصه مشيت لها ما كتستافدش منه. راميد عدي دابا ما كتستافدش منه. معاق والو، ما عدوش اهميه في مدينه برشيد، ما كايناش، ما عدوش قيمه، ما عدوش شرف، ما عدوش تعب. فين ما مشى مقموع، فين ما مشى مقموع المعاق، فين ما مشى. الحالة الثانية هي لعزيز، شاب معاق ومصاب بمرض الهيموفيليا. والدته وهي في أوضاع مزرية تبحث عن كرسي متحرك لنقل ابنها بين المستشفيات لتلقي العلاج، لكن لا تجد آذانا صاغية. انا زهرة مات بحية عزيز، دابا مر ليا الوليد، وكان ديري 3 شهور وانا كندير سبيطار، وما داروا معايا والو، ما حتى شي حاجه، ما داروا معايا والو. كنبات فوق الكراسه، ما عنديش اللي بيا، الراجل ميت وكاريه ومسؤوليه ديال بزاف الحوايج، كيقول لي ديري تحاليل لبرا، ديري هذه، وانا ما عنديش باش ركبتها في الكاريز. الناس ما عندهم لا كروسه لا والو، هذا فوق كتابي 21 عام وتمحنت، ما داروا معايا حتى شي حاجه. الفرميات كيلاوطوا فيا وليت 3 شهور وديت بالدم، ما كيعاملونيش مزيان، كينهصروني، سيري دي ردي. وانا في برشيد كنسكن في برشيد، ويدي والغدر ردي، وانا ما عنديش الميزانيه باش ندي الرده. كنت كرفس انا وولدي، كضيعه انا وياه، مول كنخدم عليه، كان بزاف الحوايج بديت شت باش نقاسي، وليت فارك انا وياه بالجوع والكراهه، واقف على الجبل الكراهه بزاف الحوايج، بديت عارف شنو ندير. كرفست، ما عرفتش الحل اللي غندير انا وياه، ما عرفتش. ضعت انا يا ولدي، ضعت انا وياه، وبالي يعاني به مات، وبزاف الحوايج ما كنتش عارفه اش غندير. يا الله محمد رسول الله. الكروسه ما عاطيناش لي 21، انا هزاله كتافي وهزاله كتافي وندور به، ما كاينش اللي يتستقبلك، ما كاين اللي يدير معاك حل. والطبيب وراك عارفين تحاليل وكلشي غالي، ما صرتش باش نديرهم. ولدي كنضيع انا وياه، كنجي نسد ليه الفاس من راسي، نديرها ليه عاود ردو السبيطار، نضل واقف انا وياه. نبات كل الساعه اللي خرجوني حتى للعشرة الليل، نبات انا وياه فوق الكراسه، حتى حل ما داروا معايا.
21 عام ونضيع انا ولدي، ما عرفش شنو غندير. المعاناة والتحديات اليومية للشخص المعاق هي مسؤولية يتحملها الجميع وليست مسؤولية المسؤولين وحدهم، وينتظر المعاق ببرشيد بإحداث ولوجيات بالإدارات العمومية وشبه العمومية، كما يمكن خلق مراكز للتربية والإدماج بالنسبة لذوي الإعاقات الحركية وإنشاء ورشات للدعم المعرفي وخلق الاندماجية. ولئن كانت الإعاقة أنواعا فإن المعاناة والألم تجمعها جميعا، خاصة إذا اقترنت بالفقر والهشاشة والحرمان من التعليم التي تعاني منها هذه الفئات، فتزيد من تعميق آلامها وتزيد العبء على أسرها أو على من يقوم برعايتها.